يا اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا ومساكم الله بالخير وحياكم الله. حلقه متجدده من برنامجكم المفضل برنامج سيدتي. راح اقدم هذه الحلقه ان شاء الله انا مها منصور وزميلتي اودي الزبن. يا اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيك مها. اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا. اكيد راح نكون معاكم ساعتين على الهواء بمواضيع متنوعه وضيوف مميزين. بس قبل نطلع نشوف مها، اكيد عندنا عناوين مميزه لهذه الحلقه وكالعاده مشاهدينا في بدايه كل حلقه خلونا نطلع ونشوف ابرز عناوين لهذه الحلقه. سيدتي يحتفل بفوز منتخب الصقور بالطرب على أنغام الفنان حسام الزغبي. سعوديات يحصدن الذهبي والفضي والبرونزي في معرض سيول الدولي للاختراعات. ما هي الأسس التي تبنى عليها العلاقات الناجحة؟ مع بدء الإجازة إليك طريقة المكياج الخريفي للحصول على إطلالة مميزة ودافئة. وفي بداية جولتنا الإخبارية لليوم، أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حفظه الله عن اعتماد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت والمبادرات المستقبلية لهذه الجزيرة وإنشاء مؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت. طبعا الشيء الحلو والجميل انه يعكس اهتمام وحرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على هذا التنميه في جميع مناطق المملكه واستغلال الفرص، وهذا الشيء كمان يعطي فرص وظيفيه زياده، تنميه عندنا في مجال السياحه والاقتصاد. صح، وتنويع الاقتصاد ودي كمان يمكن احنا نعرف انه هذه الجزيره ثاني اكبر جزيره في جزيره العرب بعد جزيره البحرين او دوله البحرين طبعا، وتمتد هذه الجزيرة عمرها جدا طويل خلينا نقول أو تمتد إلى آلاف السنين وعاشت فيها حضارات، فالاستثمار في مثل هذه الجزيرة وهذه المنطقة شيء جدا عظيم وإحنا كثير متحمسين على هذا المشروع. أكيد طبعا. خبرنا الثاني، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مناطق مختلفة في المملكة، ولعل من أبرز المناطق اللي تأثرت بهذه الأمطار منذ الصباح كانت جدة ومنطقة مكة المكرمة. للوقوف على حالة الطقس والأجواء في الأيام المقبلة ينضم لنا عبر الهاتف أستاذ عقيل العقيل محلل بالمركز الوطني للأرصاد. أهلا وسهلا فيك أستاذ عقيل. أهلا وسهلا، مساء الخير. مساء النور. في البداية لو تكلمنا عن حالة المطرية اللي جت منطقة مكة المكرمة وجدة، كيف الوضع عندهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أنا ببدأ بس من بداية الحالة الجوية وبداية ما توقعناها. كان في بداية الأسبوع أصدرنا تقرير عن توقعات لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تشمل السواحل من منطقة المدينة المنورة ومنطقة مكة المكرمة. هذا بالفعل ما حصل ابتداء من مساء يوم الأربعاء، حيث بدأت تكون السحب الركامية الرعدية على سواحل محافظة ينبع، وكانت الأمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة. وذكرنا أنه من يوم صباح يوم السبت نتوقع أن تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة على سواحل محافظة جدة، وهذا ما حصل اليوم. كانت الأمطار غزيرة في ساعات الصباح الباكر على الشمال المحافظة وعلى شرقها وعلى غربها على معظم محافظة جدة. سجلنا كمية هطول أمطار كأعلى كمية هطول أمطار سجلت خلال ساعات الصباح الباكر حتى الساعة 2 من مساء هذا اليوم في محطة أوتوماتيكية تابعة للمركز الوطني للأرصاد 179 ملي فاصلة 6 من العشرة في حي الأمير فواز، وكذلك الحال في بلدية أم السلم 157 ملي، في المبنى الرئيسي في حي الورود حي بني مالك كانت كمية هطول أمطار 138 ملي فاصلة 2، في منطقة عبد العزيز كانت 83 ملي. هذه كميات من الهطول كميات غزيرة جدا، حتى انها اعلى من كميه هطول الامطار اللي حصلت الامطار اللي في 2009. لذلك نشاهدنا انه بعض الشوارع وبعض الطرق اغلقت وبعض الانفاق بسبب كميه المهوله من الامطار
على سواحل محافظة جدة وعلى الأجزاء الشرقية. قبل هذه الحالة أصدرنا تحذيرا جويا وأرسل لجميع الجهات المعنية والجهات ذات العلاقة، وكان منشور أيضا على وسائل التواصل الاجتماعي في تويتر وعبر موقعنا للمركز الوطني للأرصاد عن هذا التحذير الجوي الذي بدأ من ساعات الصباح الباكر حتى نهاية هذه الحالة الجوية. والآن جدة الحمد لله تستقر بها الأجواء تدريجيا على معظم المحافظة، وتبقى الأمطار مستقرة متواجدة متوقعة على سلسلة جبال الثروات وسلسلة الشرقية من مكة المكرمة، بالإضافة إلى السواحل الجنوبية من مكة المكرمة ولكن بشكل أخف مما حصل في محافظة جدة. نعم. أستاذ عقيل، يعني يمكن إحنا أو المملكة بشكل عام تشهد تقلبات جوية، فلذلك لو تكلمنا عن حالة الطقس في الأيام القليلة والقادمة. نعم، اليوم كانت الحالة الحمد لله على جدة، لكن تبقى بكرة هناك فرصة لعودة الأمطار بشكل خفيف إلى متوسط أحياناً في منطقة مكة المكرمة والأجزاء الشرقية. ستنحصر الحالة إن شاء الله تعالى على منطقة حائل، منطقة تبوة، منطقة حائل، منطقة الجوف، منطقة الحدود الشمالية، بعض أجزاء منطقة القصيم وبعض الأجزاء الشمالية منطقة الرياض والغربية. وفي نهاية هذه الحالة يوم السبت إن شاء الله ستنحصر على أقصى مناطق شمال شرق المملكة في حفر باطن والقيصومة إن شاء الله، تكون الأمطار ما بين متوسطة لغزيرة. يوم الأحد ستبدأ تتأثر أجواء المملكة الشمالية الغربية في تبوك والحدود الشمالية طريف القريات بموجة هوائية باردة وكتلة هوائية رياح نشطة شمالية غربية تؤدي إلى انخفاض ملموس في درجات الحرارة الصورة، قد تصل إلى حوالي 6 أو 7 درجات مئوية على بعض الأجزاء الشمالية من المملكة والله تعالى. تمام. يقال أن الأجواء الشتوية الصدقية لسه ما بدت وأنه تبدأ بعد شهر، هل هذا الشيء صدق؟ عفوا، الأجواء الشتوية ما بعد بدت، هل هذا الشيء صح ولا لا؟ والله هو ما بدأت الأجواء الشتوية، عند علماء الأرصاد تبدأ في 1 من شهر ديسمبر، يعني باقي لنا إن شاء الله أقل من 8-9 أيام. عند علماء الأرصاد يبدأ فصل الشتاء، وعند علماء الفلك وهو الأصح والأدق يبدأ عند 21 ديسمبر 20-21 ديسمبر يبدأ فصل الشتاء، ولكن هناك مقدمات أحيانا لفصل الشتاء كما سيحدث إن شاء الله يوم السبت والأحد القادم، ستكون درجات الحرارة منخفضة نوعا ما على مناطق شمال المملكة. وبالمناسبة نتوقع أن يكون شتاء هذا العام أدفأ من الأعوام السابقة بقليلا، وسيكون إن شاء الله أكثر هطول أمطار أو أعلى في المعدل على مناطق شمال وغرب وشمال شرق المملكة إن شاء الله تعالى. نعم، المحلل بالمركز الوطني للأرصاد الأستاذ عقيل العقيل، شكرا لك وشكرا لوقتك. طبعا في خبرنا التالي وهو خبر يهم كل الناس اللي مهتمين بعالم السينما، تستعد مدينة جدة إلى انطلاق مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في نسخته الثانية بعنوان السينما كل شيء. والمميز في هذه النسخة هو تكريم الممثل والمنتج الهندي الكبير شاروخان تقديرا لإسهاماته المتميزة في صناعة الأفلام. وطبعا زي ما ذكرنا في بداية الخبر لكل المهتمين لحضور هذا المهرجان ومهرجان البحر الأحمر في جدة رح يكون بدايته في 1 ديسمبر إلى 10 ديسمبر. حلو، ما زلنا نعيش أجواء الفرح بعد فوز منتخب المملكة التالي على الأرجنتين، ولكن وسط هذه الفرحة قلوبنا مشغولة مع اللاعب البطل ياسر الشهراني واللي تعرض لإصابة أثناء المباراة أدت لتعرضه لكسر في الفك، وطبعا في تحرك رسمي وفوري وتنفيذا لأمر سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نقلت طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع اللاعب ياسر من الدوحة للرياض لعلاج. أكيد من برنامج سيدتي نقول لك ما تشوف شر يا بطل، وتراك رفعت راسنا بأدائك المتميز. أكيد يعني يمكن كذا تحلو وقتها، ألف بسم
الله ألف بسم الله عليك. يمكن قلوبنا كانت فرحانة بفوزنا أو فوز منتخبنا في هذه المباراة التاريخية، ولكن في نفس الوقت يمكن كان التفاعل واضح، مشاعر الناس كانت واضحة، كل أحد كان حط صورة ياسر متفاعل معاه ويدعي له بالشفاء العاجل، وإحنا بدورنا كمان نتمنى له الشفاء العاجل، وإن شاء الله يرجع يكمل المباريات مع الفريق، ونفرح بصحته إن شاء الله عما قريب. طبعا اهتمام المجتمع السعودي بالرياضة بمختلف المجالات كبير جدا، وهذا يخلينا كمان نسلط الضوء على جميع الفرص الرياضية والمتاحة لتنمية قدرات ومواهب أولادنا وحتى بناتنا. ومن هذه الرياضات واللي عليها إقبال كبير هي رياضة الكيك بوكسينج، واللي اليوم أعلن الاتحاد السعودي للملاكمة والركل عن فرص تدريبية جديدة للممارسين سواء كانوا مدربين أو حكام أو حتى لاعبين. يعني احنا قاعدين نشوف يمكن اقبال الفتره الاخيره حتى من البنات على الكيك بوكسينج، يعني قاعدين ياخذونها صح انهم ممكن يكونوا مبتدئين او ياخذونها من باب انه يعني تغيير يعني انواع الرياضات اللي هم يمارسونها زي المشي او الرياضات اللي متعودين عليها، لكن للامانه في الفتره الاخيره يمكن اخر 5 سنوات ودي قاعد اشوف حتى البنات وفعلا هذه الرياضه الكيك بوكسينج حتى اللي بياخذها من باب انه لايف ستايل ما هو شرط يكون محترف، ترى فعلا يا بنات رياضه تحرق سعرات حرارية مخيفة في وقت وتقوي التركيز عند الشخص، فالكيك بوكسينج بالعكس من الرياضات اللي أنا شخصيا أحبها، وإن شاء الله يا رب نشوف الإقبال عليه من البنات والشباب في هذا الخبر، أنا جدا مبسوطة وسعيدة فيه. يعني أنا ودي صراحة أني أنا أسوي كيك بوكسينج بس ما أقدر عشان أظافري هذا عذر. نستعرض معكم مشاهدينا آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام، واللي كان قد أعلن فريق إدارة أعمالها بتعرضها لوعكة صحية شديدة أدت إلى احتجازها في المستشفى، وقدموا اعتذار عن عدم قدرة الفنانة باستيفاء واجباتها الفنية لمنع الأطباء، وطلبوا من الجمهور المحب لها الدعاء لها بالشفاء العاجل. إن شاء الله يا أنغام تقومين بالسلامة يا رب. أكيد هذا الخبر كمان كان فاجعة لكل محبين الفنانة أنغام، وإحنا دوام الصحة والعافية. طبعا تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رابط هذا التطبيق راح تكسبون مبالغ مالية، ومع كل أحد نشر هذا التطبيق كمان راح تكسبون مبالغ مالية، وطبعا الناس بدأت تتداوله على أمل أنها تربح من خلال تداول هذا التطبيق وهذا خلينا نقول الرابط. طبعا مسؤوليتنا الاجتماعية في برنامج سيدتي حبينا أنه احنا نوضح حقيقة هذا الرابط وهذا التطبيق، وهل فعلا أنه الواحد يقدر يتربح من هذا التطبيق مجرد أنه يحمل هذا التطبيق أو حتى يشارك مع الناس اللي عنده حول هذا الموضوع. مشاهدينا أكيد يسعدنا أنه إحنا نتكلم أكثر ونعرف حقيقة هذا الموضوع مع الأستاذ رباح الصديان خبير تقنية. أهلا وسهلا فيك أستاذ رباح. يا مرحبا وأسعد الله جميع مساكم بكل خير، سعيد جدا بانضمامي معكم وشكرا لكم على طرح مثل هذه المواضيع، هذا دلالة على محبتكم لمتابعينكم ويحضرون من هذه الأشياء اللي متداولة في الفترة الأخيرة. أكيد أكيد، وشكرا لك أستاذ رباح لقبولك هذه الدعوة وأن أنت تساعدنا أن احنا نصحح هذه المعلومة أو نشوف مدى حقيقة هذه المعلومة وهذا الانتشار وهذا التطبيق. أو شخص نتكلم عن فكرة التطبيق، وشو فكرة التطبيق؟ في تطبيقات مختلفة في الفترة الأخيرة، في بعضها يقلد بعض البنوك، يعني ياخذ اسم وشعارات بعض البنوك الإلكترونية اللي موجودة حاليا وهذه رسمية، لكن الشعارات مسروقة، الروابط مسروقة، فأنت لما تروح تبحث عن الاسم تلقى الناس كلها تتكلم عنه. أنا ما أبي أذكر اسم بنوك إلكترونية معينة، لكن مثل ما قلت لكم أنه لما تروح تبحث عن اسم شركة معينة تلقاها الناس تتكلم عنها وتتداول أنها بنوك جيدة، لكن أنت يوم وصل لك هذا الخبر أو وصل لك هذا التطبيق هل هذا هو نفس التطبيق ولا لا؟ فيجب عليك أنك تتأكد أنه نفس التطبيق اللي أنت تبحث عنه ولا تطبيق آخر.
طيب أستاذ ربع، خليني أسألك، هل صحة الخبر أنه يكسب مبالغ معينة إذا في حال نشرته وفي حال انتشر، هل في بعد مبالغ معينة مردود في حال استخدامه؟ هل هذا الشيء صحيح؟ في البداية صحيح، في ناس تكسب سابقة تكسب الحين، بس ما ودي اني اشرح بالتفصيل عشان ما حد يطيح بهذا الامر. اذا كنت في البدايه وتنشر فعلا جيلك يعني ارباح ماليه كثر عدد نشره. خلونا نتكلم مثلا بطريقه ثانيه غير النشر اللي جاي الحين، في تطبيقات اخرى تطلع لك يقول لك على كل لايك تاخذ فيه $3، يعني بالعقل انه مستحيل انه يكون اللايك قيمته $3 سواء كان في اي منصه من منصات التواصل الاجتماعي. هذا التطبيقات جمعت الناس في البدايه، ناس كسبت خصوصا في بعضهم وصل دخله اليومي اكثر من $1000، لكن في الفتره يعني في فتره بعد ما يجمعون الناس كثير يضربون ضربتهم النهائيه ويتقفل هذا الموقع. نعم. وكثير صارت يعني، خلينا نتكلم عن بداية أيام شهر مارس 2020 بعد ما قفلت المحلات والدنيا، طلعت كان وقتها كورونا، طلعت تطبيقات منافسة كل واحد ينافس الثاني، في بعضهم يقول سوي لايك وأعطيك أنا فلوس، في بعضهم يقول افتح عليك مهام يومية تفتح صناديق وكل مهمة لها مبلغ معين. نعم. وفي البداية أنت اشتراكك راح يكون بمبلغ مالي. نعم. يعني مثل هال خلنا نقول التطبيقات أو هذه الأفكار أو هذا الترويج للأمانة مخيف، لأنه أنت قاعد يعني تربح وما هو منطقي، يعني الربح ما هو منطقي، والمبالغ اللي أنت تحكي عنها أستاذ ربح حتى مش منطقية. لذلك نبيك اليوم يعني توجه رسالة للناس ولنا جميعا، التحذيرات، إيش ممكن الشيء اللي يصير لي أنا أو لحسابي أو لتليفوني، أو يعني إيش المخاطر اللي ممكن أنه إحنا نواجهها لو نشرنا هذا التطبيق أو فتحنا هذا التطبيق أو هذه الروابط واللي قد تكون وهمية في بعض الأحيان؟ في البداية أول شيء يعني لما يكلمك أي شخص يعني من أصدقائك أنه هو قاعد يربح، أعرف شيء مهم أن ربحه منك أنت، وهو يبغى يربح زيادة فيجيبك لنفس التطبيق، وهذا دائما تصير. ومثل ما قلت لكم فترات الأخيرة كثرت باستمرار بين الناس انه هذا التطبيق انا شغال عليه يعطيني فلوس، وفعلا يعطيه فلوس، لكن بيوم وليله هو مقفل، خصوصا عن طريقه الاشتراك مثل ما قلت لكم يكون دفع من عندك مبلغ مالي ما في شيء ببلاش. وفي بعضهم يقول لا انا بأجرب، فانا احذرك في البدايه انه اليوم بكره ما تدري متى يقفل، فانت حط مبلغ وقدره اللي سبك ممكن يكون فعلا استفاد. انا يعني شخصيا الناس اللي حولي كلهم مروا بهذه التجربه وقالوا لي وسالوني عن هذا الموضوع انه احنا قاعدين نكسب، وفعلا انا دخلت مثلا تقريبا ب 5000 ريال سعودي، دخلي اليومي الان يوصل الى 1000 ريال سعودي في اليوم، فممكن تجلس الى 10 ايام انت تعتبر مستفيد لانك دخلت تقريبا 10000. فدخل الناس معك يكثر المبالغ اللي تدخل عليهم، بين يوم وليله تلقى الموضوع مقفل، خسروا انت اللي نشرت التطبيق، خسرت الناس اللي حولك، خسرت احبابك. لكن كيف تكون حذر من هذا الموضوع؟ في البدايه اذا كان التطبيق ما هو من المتاجر الرسميه، مع العلم ان في برضو التطبيقات تكون في المتاجر الرسميه مثل ابل ستور او متجر جوجل، هذه ادري ان الموضوع فيه مو صحيح، خصوصا اذا جاك برابط انك تسجل في هذا التطبيق يعني مشكوك في امره. الشيء المهم والاهم، اي بنك يبغى يسجلك، خصوصا احنا ما ودنا نذكر اسم تطبيق الان متداول بشكل كثير، يقول لك اذا ارسلت الرابط راح نعطيك اليوم تقريبا $10 او 10 ريال سعودي. يعني اذا ما طلب منك الاشياء الحكوميه مثل التسجيل في ابشر، النفاذ الوطني، هذه الاشياء اعرف انه مو هذا التطبيق صحيح اللي انت قاعد تبحث عنه، وخصوصا انه مشوه سمعه هذا التطبيق اللي هو اساسا بنك فعلي موجود، في بنك رقمي موجود اساسا في السعوديه. اكيد ويخدم الجميع ترى هذا البنك. اكيد. وشكرا لك استاذ رباح الصيان خبير تقني، يعطيك العافيه. مشاهدينا اكيد نطلع فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل. مع بدء الإجازة إليك طريقة المكياج الخريفي للحصول على إطلالة مميزة ودافئة.
أكيد مع بدء الإجازة والتزامن مع دخول فصل الخريف نلاحظ كثير ظهور تكنيكات جديدة للميك اب مستوحاة من ألوانها المميزة والترابية. وفي هذه الفقرة يهمنا أكيد تخصيص مساحة من الوقت لمعرفة اتجاهات الموضة والترند خلال هذه الفترة مع ضيفتنا في الاستوديو شروق سعد خبيرة مكياج. أهلا وسهلا فيك يا شروق. هلا والله شرفتنا. نورتينا وشكرا لك وشكرا لتواجدك اليوم. يا الله يسعدكم، لي الشرف أنا كمان. طبعا كل أو في السنة نشوف الشتاء ترند، الصيف ترند، الخريف ترند. نبيك تكلمينا الحين عن الترند في فصل الخريف بالتحديد الألوان والستايلات. تمام، دخول فصل الخريف على الشتاء دائما البشرة تكون باهتة مرة، وتعرفين مع البرد يقل الشمس ما تكون قوية، فالتوريد الوجه والبرونز والهذه كلها تختفي، فدائما ألوان الخريف على الشتاء دائما تكون شوية دافية. تقريبا ما أخوذة مستوحاة من ورقة الخريف اللي تكون ألوانها دافية كثير، فدائما نعتمد في ألوان الخريف الشيء هذا. طبعا كمان الحين طايحين البنات في السموكي والحركات هذه، دائما تكون سموكي على ألوان الخريف الحلوة الدافية تعطي ورود للوجه. طيب كيف تختلف البشرة الدافئة عن الباردة؟ والله شوفي، أنا أقول إنه الميك اب هو يعني يخلق لك البشرة اللي أنت حابة تكون على الزبونة. صح. في بنات ما شاء الله يعني تكون أوريدي بشرتها دافية اللي هي فيها على صفارة شوي، فأنت ما تحاولين تحطي لها الألوان الدافية اللي تو ماتش، بتطلع كأنها تعبانة. في بنات لا، تكون فيها بهتان باردة، لما تشوفينها تحسين تحتاج لمسة كذا دافية تدفي لها وجهها. هنا برضو نشتغل على البرونز، البلاشرات دائما تكون مايلة على البيتش، على الخوخيات، الأشياء هذه اللي فيها لون أورنج شوي. حلو. يعني أنا أعتقد ودي إنه إحنا نبدأ ونشوف تطبيقك شروق ونحكي ونسالف، ونبيك تعطينا تكنيكات الترند يعني هذه السنة. طبعا معنا المودن يعطيها العافية، فاحنا نبغى نشوف ايش اللوك اللي راح تورينا اياه اليوم. طيب اللوك اللي راح اوريكم اياه اليوم راح يكون حاجة تقدرين تسوينها يوميا لو حابة. توي بقول لك يعني البنات الصراحة طايحين، حتى انت قاعد تشوفين البنات طايحين في السمبل. أيوة اللي صح بالضبط. اغير الوان بس على قد ما اقدر يصير نيوترال. نعم نعم بالضبط. طبعا الوان الخريف نفس الالوان هذه بالضبط، الالوان الغامقه تكون فيها حمار شوي، ما تكون على بروده زي الرماديات، تكون على البنيات اكثر. فدائما نستخدم الاشياء اللي تكون دافيه. ودائما يختلف لما مثلا تكون العارضه مثلا بيضه شقره او بيضه شعرها اسود او سمره او حنطيه. بالضبط يغير كثير. طبعا انا مجالي شويه في الميك اب على رسم اكثر، احب الرسم، فدائما اشوفها كانها لوحه، اناسق الالوان كلها حتى باللبس، فيهمني دائما اني اناسق الوان الميك اب مع الحاجه اللي هي لابستها على شعرها، على اللي يناسب عيونها، اكيد كله مترابط في بعضه. وش اللون اللي اخترتيه؟ انا كان الباليت اللي معك عندي زي اتوقع كل البنات كلهم زي فهذا يعني اساسيات الخريف سولد اوت الحين خلاص. فايش اللون اللي اخترتيه؟ اخترنا اللون البني اللي على حمار شوي، عرفتي؟ هذا بيكون كل اللي هو لون انتقالي، بنحطه على كامل الجفن ونخلي وسط العين فاضي لانه بيكون على شمر. بعد ما وزعنا الكامل ناخذ كمان الفرش تكون طويله، شعرتها طويله. اوكي. ناخذ على اللون الغامق ونبدا من الاخير نعطيها دبث شوي، نخلي العين شروق الشمر يدارج هذا الشتاء والخريف؟ مو كثير. مو كثير بس حلو يكون في تتش بسيط، مو جفن كامل، عرفتي؟ اوكي. يعطي نظره حلوه للعين. بس نبيك تورينا كمان شروق كيف التبتينه، يعني انا عندي مشكله لما اقرر احط شمري. طبعا مو دايم من وين لوين، لكن لما اقرر ما يثبت. طيب في حاجتين لتثبيت الشمر، الاول البيس
اللي هو انت حاطته على شو اسمه الكونسيلر، الكونسيلر او اللي هو البرايمر، الاي شادو برايمر. في ماركات كثير تسوي الشيء هذا اللي يجيك كريمي كذا شوي شفاف، صح؟ بالضبط، في شفاف وفي ان تستخدمين الشفاف هذا، او اذا عندك تصبغات تضطرين تقفلين التصبغات هذه او تغطينها بالكونسيلر. اي كيف اخليه ثابت وواضح؟ اغطيه بالباودر، لما احط الكونسيلر اخليه شوي يتماسك بعدين ابدا شغلي عليه على طول. في كثير يقولون لو تستخدمين اصبعك او تستخدمين هذه الاسفنجات الصغار، عرفتوها؟ إيه. حقت زي بيوتي بلندر بس الصغيره. بالضبط. إيه. فهي تبتا اكثر من الفرشه فعلا، لان يدك دافيه وفيها زيوت، فكانها وضعيه الفيكس بلس والاشياء هذه، فتعطيك ثبات اقوى. شروق، خليني أسألك عن الحواجب الحين، موضتها كيف؟ معني أنا ضد لما نقول موضة الحواجب، أحس الحواجب بالذات لازم اللي تناسبك واللي تلائمك بغض النظر عن الموضة وش الدرج وما الدرج، لأن جتني عقدة في حياتي. أنا سيك. كلنا أتوقع يمكن صورنا في التسعينات هي اللي ضيق صدورنا لما كذا، عرفتي اللي خطين يعني مستحيل. مستحيل. طبعا البنات فاهمين الفكرة غلط. زباين كثير يجوني نبغى حواجب مشط وسبايكي. طبعا في نوع يجي ممشط على فوق، انا ما افضله لانه مو منظر طبيعي. الشيء الحلو لما تكون ممشطه وانا اعبي لها فراغاتها، تعطيها منظر انعم واحلى للعين. الله يجبر بخاطرك. لا يعني شو، انا قاعد اشوف حواجب الموديل ما شاء الله عليها يعني جميل. انا ما ادري انت رسمتيها ولا اوريدي رسمتها خلاص عبيتي يعني؟ يس. بس مبينه طبيعي. بالضبط، هذا الحين ترى اللي يحبونه البنات، نادر يجون بنات انك ما تطلعين عن خط الحاجب ابدا يعني. لا واللي أبداً. حلو بعد ما لو لاحظتي حواجب الموديل مي جايه خط كذا، لا جايه كذا على زاويه الانف كذا من الطرف، بس مناسب بعد. مناسب وجهها مره. ايه وبرضه مي حركه، مي حلوه حركه التشاينيز اللي تو ماتش يعني، صح. لازم يكون فيها عكفه شوي تعطي ايحاء لوجهك انك مريحه. يا شو قلت، لا تجرحيني. لا تجرحيني، احنا مضطرين. كلنا والله مرينا بالحاله هذه. طيب الحين ايش اخترتي اللون اللي تحطينه على الجفن السفلي؟ نفس اللون الانتقالي على لون اغمق شوي. اوكي. عشان النظرة، أنا نهم من النظرة صراحة في العين أكثر من أني أختار ألوان ورسم. النظرة الحلوة الناعسة هذه مرة أحبها في الميكب يعني، وعشان الألوان اللي تجيكي على أحمر دائما تعطيكي هذه النظرة، صح؟ بالضبط، الأورنج الأحمر. لو نحط تتش هنا كمان من الشمر يكون متصل بالضبط مع نفس مقاس المنطقة اللي فوق، تعطي نظرة أحلى. بس هذا هو الميك اب اللي مناسب لاغلب العيون، اذا مو الكل يعني. ومع الماسكارا اللي حبيته في المدر، سويت جهه وجهه لا عشان نشوف فعلا الفرق كيف، ان في هذه الجهه كيف صارت حيويه اكثر والجهه الثانيه. طيب خلينا نتكلم شوي على الارواج. يعني انا اعتقد كلنا نقدر الارواج، يعني حتى لو ما حطيتي ميك اب اهم شيء الصراحه الروج. الصراحه يعني لو جاك احد، لو تبين تطلعين مشوار سريع، اهم شيء عندك الروج. بالضبط. فايش الالوان اللي تنصحين فيها الحين وتناسب اغلب البشرات؟ الالوان الترابيه نفس الحركه الدافئه اللي أوكي. فيها يعني اللي على اورنج. بالضبط، على اورنج وعلى نود. عرفتي البنيات، النود اللي فيه شويه تتش البني اللي هو الان في الخريف يحبونه البنات، بس مو الكل يناسب عليهم اللون هذا. يعني انا مثلا ما احبه، مو شخصيتي، ما يناسبني، احسه يكتم وجهي شوي، فنروح دائما على الالوان اللي فيها اورنج اكثر. بنشوف الحين الروج اللي بحطه على الموديل يناسب الاغلب، ونفس الحركة دافي. أحب أسوي كونتور أنا للشفايف، أحسه بدون مع جلوس أجمل. أنتهى يعني خلاص. طبعاً اللون اللي اخترتيه على بني، صح؟ على بني. طبعاً كلام حواجب. لا والله محدد. أوكي. لا تخلصونا تكفون. طبعاً دائماً الكونتور نبعد عن في حمر، العكس تماما في الكونتور، دائما تكون الوان الكونتور اي بنيات بارده عشان تعطي بس الشيد، تعطي كانه ظل، ما تعطيني لون كذا فاقع مزعج للعين. بس يا اختي الصراحه بقول لكم شيء، انا يعني اذا الكونتور ما تسوى زين يبشع. بالضبط. اذا ما تسوى زين، فانا الحين
ودي انك يعني تعطينا التكنيك الصحيح قبل ما نختم هذه الفقره معك شروق. التكنيك الصحيح انه انا اسوي كونتور بحيث انه ما يطلع مفصول يعني لون ولون، عرفتي كأنه طالع محدد. الدمج وش السر؟ السر دمج 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 الى ما لا نهايه. ادمجي قد ما تقدرين لين تشوفين انه ما صار في خطوط واضحه. الكونتور وش عباره عن ظل، فانت الظل ما يكون حاد لك واضح. بلمسة بسيطة، لو أنت منتي بروفيشنال في الكريميات اللي تكون أثقل دائما للباودر وتكون يدك كذا على فوق، ما هي خطوط واضحة وصريحة يعني على فوق ونطلع، عرفتي الجهة إيه الجهة هذه زي الموديل سويتها الآن، دائما تكون التركيز الكونتور هنا. ليه؟ عشان يرفع لي الوجه ما ينزل لي، ما يطلع لي الذابل أو خطوط تعبيرية مي حلوة، عرفتي؟ وبس. الحلو في معلوماتك يا شروق صدق معلومات رسامة، هي تستمتع وتحب ترسم. شروق سعد خبيرة مكياج يعطيك العافية وشكرا لك وشكرا لتواجدك اليوم معنا. يعطيكم العافية. مشاهدينا نطلع فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل. سعوديات يحصدن الذهبي والفضي والبرونزي في معرض سيول الدولي للاختراعات. مثل ما عودناكم في برنامج سيدتي أنه احنا دائما نسلط الضوء على إنجازات أبناء وبنات هذا الوطن، واليوم نبرز فوز جمعية مساعي الخيرية السعودية ومستفيديها بثلاث ميداليات وسبع جوائز خاصة في معرض سيول الدولي للاختراعات لعام 2022. خلونا أكيد نتابع جانب من مشاركتهم ونرجع. والعرفان تقدم بالشكر إلى جمعية مساعي لإتاحتهم الفرصة لي من خلال دورة تنمية مشاريع واستقطاب الكفاءات الوطنية وإعدادهم بما يواكب رؤية سمو سيدي ولي العهد حفظه الله. اسمحوا لنا مشاهدينا ان احنا نرحب بمجموعه من اللي فازوا بالجوائز والميداليات معنا هنا في الاستديو. اكيد راح نرحب اول شيء بعيشه الدوسري، اهلا وسهلا فيك، نورتينا وشكرا لك وشكرا لتواجدك اليوم معنا والف مبروك. واكيد كمان رحب فيك يا ساميه، ساميه العنزي اهلا وسهلا فيك نورتينا. وكمان معنا اماني هزازي والفائزه من الفائزات واللي فازوا باحدى هذه الجوائز، وكمان استاذه عائشه العيونيه اهلا وسهلا فيك نورتينا وشكرا لكم ولتواجدكم اليوم معنا. ما شاء الله مجموعه مشرفه من بنات هذا الوطن. لو تسمحي لي نبدا معك استاذه عائشه ونسالك طبعا عن مشاركاتكم والجوائز اللي فزتوا فيها. طبعا شاركت الجمعيه هذا العام في معرض سيول في كوريا الجنوبيه
كان الاستعداد من شهر فبراير في نوفمبر تقريبا او عفوا شهر فبراير من عام من هذا العام في عن طريق برنامج استحدثناه للمستفيدات، فكان مجموعه من الاختراعات، مجموعه من الافكار اللي ظهرت من خلال مستشارين كانوا معنا شغالين. فسجلنا هذه في البدايه، سجلنا هذه الاختراعات في الهيئه السعوديه للملكيه الفكريه، اشتغلنا على الاخوات اللي كان معهم مجموعه من الاختراعات، رشحنا بعض المشاريع للمشاركه في المسابقه او في المعرض بحيث يكون تنوع المشاريع، ما يكون جانب معين. اخترنا ان يكون اختراع متعلق بالتكنولوجيا، اختراع متعلق في البيئه، اختراع متعلق في احتياجات المنزل، شكلناها فرفعنا احنا لمعرض السيول للطلب المشاركه. طبعا وضعنا كانت في مجموعه معايير للقبول، والحمد لله جهزناها وتم قبول الجمعيه للمشاركه والحمد لله فزنا. اماني، كيف كان شعوركم بعد ما حققتم هذا الفوز العظيم؟ اكيد شعور لا يوصف. احنا رحنا كوريا والمملكه العربيه السعوديه، السعوديه العظمى، يعني وجودنا هناك كان اكبر دعم لنا كمخترعات كمشاركات. شعور جدا رائع، شعور النجاح دائما له طعم مميز. صح اكيد. طيب طبعا احنا لازم نرجع ونسال كل احد منكم وش فاز فيه وايش كان هو الاختراع، لكن خلينا نبدا معك ساميه ونسالك عن اختراعك والجائزه اللي فزتي فيها. اول شيء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اختراعي يتكلم عن بوكس متعدد الاستخدام يخدم يعني من الحياه، من حيث الوضع اللي احنا عايشين فيه ان المناديل بسرعه تنفك من الكيس وترمي بالارض، فما نقدر نستفيد منها، يكون عندها الاستهلاك جدا سريع. من هنا انا جتني الفكره اني اطلع البوكس متعدد الاستخدام عندي، يعني يجمع جميع احتياجات الانسان، بيته، مكتبه، بالسياره. بوكس يشمل المناديل المعطره، المناديل الجافه، المعقم، برضو يشمل اللوشن الجسم، برضو يشمل البرفان. لو انت مثلا يعني تقدرين البوكس تحصيله مكان واحد يشمل جميع الاحتياجات انت تبغينها. طيب وعائشة داسري، كلمينا شوي عن اختراعك. اول شيء اهلا وسهلا، اهلا فيك، شكرا على استضافتكم. اختراعي هو عباره عن علبه صغيره الحجم وخفيفه الوزن ومنظرها مبتكر، الاستخدام وسهله الحمل وموفره اقتصاديا، تستخدم بشكل تدريجي بما انها تضغط من الاصبعين اللي فوق مع استخدام سلس بحيث يطلع الصوص بشكل كامل. جميل. وينفع افراد العائله، يكفي يعني بدل ما يكون العلبه الكتشب الكبيره وما بين الاظرف الصغيره يكون مكفي، الكبيره بيكون ثقيل على الشخص والاظرف الميني تكون غير كافيه احيانا، وإذا تبقى فيها شيء يفسد ويتلف. أنا ودي يعني أتخيل شكلها للأمانة، يعني هو علبة أنا أستخدمها في المنزل وأعبي فيها من العلبة الكبيرة الأساسية؟ هذه شركات تتعاقد معي ويعني توفرها لجميع الصوصات بشكل عام. حلو. أي ويتم يعني. ومن إيش مصنوعة؟ بلاستيك؟ من البلاستيك. من البلاستيك. إيه؟ جميل جميل جدا، يعني اختراع اتوقع كلنا يمكن نحتاج نستخدمه. عائشة بالضبط بالضبط. فعائشة خليني ارجع لك ونسالك كمان عن مشاركتك وعن الاختراع اللي انت شاركتي فيه والجوائز. جمعية مساعي دائما تعنى بالمستفيد بحيث أنها تخلق أو توجد أو تصنع مستفيد وشخصية استقلالية. فتوجهنا هذا العام إلى أن تكون المستفيدات كأسر منتجة بتوجه جديد ونوعي. كان مشروع تنمية المشاريع يختص بالمشاريع المتعثرة والأفكار، فكان المستشار أو المسؤولين على المشروع كانوا يحتضنون الفتيات، يخضعون إلى ورشة عمل قرابة 25 ساعة للتوجيه والمشروع بحيث يكون مشروع نوعي، لا يكون أسر منتجة تقليدية ولكن تحويله إلى مشروع نوعي كأخصائيات المهندسات الديكور أو كمثلا الطباخات، ما يكون بالطريقة المعروفة والتقليدية. فكنا طلعنا 13 مشروع وأيضا طلعنا بأفكار، لأنه من ضمن الورشة أو المشروع يلي
استثارة الأفكار أو نشأة الفكرة، عصف الأفكار لإظهار بعض الاختراعات. كان المستشار مع جميع المشاركات والمستفيدات ببداية الفكرة إلى أن أصبحت فعلا اختراع. بعد أن تصل إلى مرحلة الاختراع نبدأ في العمل مع المستفيدة إلى أن ننقلها للعالمية وتحصل جوائز على جوائز. كان لها جائزة نحن يعني اشتغلنا عليها ومتوقعين الفوز، لكن كان الفوز يعني أكبر مما توقعنا. هدفنا إحنا نقل المستفيدة للعالمية، أولا ليس فقط لحصل الجوائز، حصل الجوائز سبب من الأسباب، لكن أيضا لتحتك المستفيدة طبعا. في المستثمرين تحتك في أصحاب العقول الصناعية في بلد صناعية صحيح. فعلا عندما دخلنا في أو بدأنا في معرض سيول كانوا عدد المخترعين 470 مخترع ومشاركين. الأخوات اطلعوا، المشاركات اطلعوا على الاختراعات، اطلعوا على الأسلوب والطريقة للتعامل، اطلعوا على الأفكار الصناعية. فكان هذا له دوره أيضا، هذا سبب من الأسباب. أيضا كان من الأسباب اللي نطمح لها أنه نجد مستثمرين للأسر، ولله الحمد استطعنا أن نوجد أرض مناسبة للاستثمار. عندنا أكثر من مشاركة مع مستثمر كوري، للتعاقدات الآن في مرحلة تعاقدات ومفاوضات واجتماعات للاستثمار مع أحد المشاريع، مع طبعا منظمين قانونيين بحيث تحفظ حقوق كلا الطرفين. أكيد شيء جميل صراحة جدا. أماني كلمينا عن اختراعك، إيش الهدف منه وكيف طريقته؟ اختراعي عبارة عن خدمة ذاتية يوفر الشخص سواء شخص طبيعي أو شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة أنه يستخدمه. عبارة عن كتافة توضع على الكتف، فيها أعلاها كاميرا، ينزل منها أنبوب. الأنبوب هذه أنا أقدر أحط فيه عبارة عن مساج أو عبارة عن أداة حك أو عبارة عن ليفة للتنظيف أو عبارة عن جهاز للصق، بحيث الإنسان يخدم نفسه بنفسه، ما يحتاج إلى أحد يخدمه. يتحكم فيه عن طريق الجوال بحركة العين أو الأوامر الصوتية أو عن طريق اللمس. ما شاء الله. يتحكم فيه بالمدة اللي يبغاها، بالقوة اللي يبغاها، بالكلفية اللي يبغاها. وممكن أغيره من الكتف إلى الخصر، أستهدف المناطق السفلية، ممكن أقلبه خليل الصدر والبطن. فمتعدد الاستخدامات وخدمة ذاتية توفر الشخص أنه يستخدمه بنفسه بدون يضطر إلى مساعدة آخر. جميل جدا. خليني بنتقل لك كمان سامية ونتكلم عن نقطة جدا مهمة. يعني أنتم كمخترعين ومخترعات في هذا المجال ودخلتوا وشفتوا زي ما تفضلت أستاذة عائشة قبل شوي، قالت أنه يعني رحتوا واحتكيتوا في الناس وشفتوا عرضتوا اختراعاتكم، كيف تضمنين حقك؟ كيف تضمنين أنه فكرتك هذه ما حد يقدر ياخذها وينسبها له، أو أنه أحد يعني يستغلها أو أنه يستخدمها من غير إذنك وهو اختراعك؟ أول شيء الحمد لله من فضل ربي، يعني قبل ما نطلع إحنا الكوريا أخذنا البراءة من الجهات المعنية أو جهات يعني عالمية بالهيئة الملكية الفكرية، أخذنا عليها رقم براءة وكل شيء الحمد لله، وتسجلت باسمي. وهذا أكبر شيء يحفظ لنا حقي وحقوقي، إن الابتكار حقي ما راح يقدر أحد يأخذه. وهذا الشيء يعني الحقوق تكون عالمياً مو بس أكيد في السعودية صحيح؟ أكيد إيه، وهي عالمياً يعني مو بس عندنا هنا بالسعودية، يعني حفظت لي حقوقي حتى برا المملكة. ما شاء الله عايشة، تقريبا كانت منافستكم ما يقارب 470 مخترع من 11 دولة، كانت هناك في مراحل أنتم مريتم فيها؟ الحمد تجاوزنا هالمراحل يا رب لك الحمد ما شاء الله، ونلت على جائزة البرونزية اللهم لك الحمد، وجائزتين خاصة من الجامعة الإندونيسية يا رب لك الحمد للابتكار، وأيضا المجلس الوطني التايلندي الجائزة الثانية اللهم لك الحمد ما شاء الله. طب أنا ودي كمان نتكلم سادة عائشة إذا تسمحي لي عن استقطاب هذه المواهب، استقطاب هذه العقول الجميلة اللي قاعدة تقدم شيء جميل لنفسها ولوطنها. كيف كانت الطريقة؟ كيف كان الإعلان؟ كيف شفتوا الإقبال من البنات اللي جوكم؟ كيف بعدين تم فرز المشاركات اللي معاكم وتم الاختيار وأخذتوا
جبتوهم معاكم الى معرض سيول؟ طبعا تبدا من بدايه تسجيل الاسر في الجمعيه بحيث يكون اثناء البحث الاجتماعي فتح الملف يكون في تحليل جدا دقيق للاسره بحيث نعرف ليس فقط يعني هل هم من اصحاب الدخل الواحد فقط وانما نعرف عدد الافراد، مهارات كل فرد من الافراد، القدرات الذي مستواهم الدراسي، العمر، هذه كلها موجوده عندنا. فعندما نستحدث مشروع نستهدف على حسب المشروع يستهدف الفئه العمريه، نتخاطب مع هذه الفئه المطلوبه، نتواصل معهم هاتفيا، احيانا نشرح لهم شرح هاتفي، نوضح لهم المشروع الان اللي قادم، نحثهم على المشاركه والدخول، احيانا نضع حوافز للاسر اللي مشاركه بحيث انها يكون لهم كحافز للدخول المشاركه. بعد حضور تسجيل عن طريق الرابط مجموعه احيانا تصل الى 300، الى يكون عمليه فرز على حسب المعايير لكل برنامج، احيانا على العمر، على التعليم، على معايير لكل برنامج له معاييره. بعد ما يفرزونها يدخلون تحت الورشه هذه، الورشه هذه نهايتها يكون فيها تحكيم من قبل محكمين دوليين يحكمون المشاريع ويحكمون الافكار، فتبدا عمليه الترشيح. دائما الترشيح يعلن على اسماء المرشحين عن طريق تويتر بعد النتائج، فيتقدم قرابة 40 يرشح من 15 إلى 20 مشروع. المشاريع التي ترشح تدخل هي من ضمن مع المستشارين لتنقيح أفكارهم وتحويل مشاريعهم إلى مشاريع نوعية أو أفكارهم إلى اختراعات. لا نقف عند التسجيل في عند الهيئة السعودية للملكية الفكرية للمستفيدات، وإنما يتابع المستشار خروج المنتج الأولي، فيتابع أحيانا يطور الفكرة باستحداث فكرة، يعني مثل فكرة أخت سامية تم تطويرها، عائشة تم تطويرها، فكرة الأخت انتصار فكرة بدأت بأنها حاوية صديقة البيئة، أخذت عليها الميدالية الفضية. حاوية صديقة البيئة عبارة عن قسمين، القسم خاص بالمهملات المنزلية والقسم الخاص في بقايا الأطعمة. جميع المنازل تتأذى من رائحة مثلث المهملات، أحيانا السوائل أحيانا بقايا الأكل، فبقايا الأكل لها مدخل خاص، والباقي المهملات لها مدخل خاص تضيف للسوائل. هذا الأكل يحول إلى سماد طبيعي، حساسات توضح لك لها كمثلا تحويل إلى سماد طبيعي، وجود اختلاط، وجود مشكلة في الجهاز، حساسات، أيضا فيه مادة تعقيم إذا أردت تعقيم الحاوية، مجرد ضغط زر خاص فيعقم، له أيضا فلترة للرائحة بعدم إظهار روائح غير محبوبة أو غير مرغوبة، فيه فلترة بمواد طبيعية. هذا الجهاز بدأ بجهاز مجرد حاوية من قسمين فيها منافذ، تطورت الفكرة إلى معقم، ثم تطورت الفكرة إلى جهاز تحويل الأكل إلى أسمدة، تطور إلى الخرجة بالوصف اللي ذكرته قبل قليل. تطور الفكرة من قبل المستشار مع العصف الذهني مع المخترعة. فأحيانا المستشار ما يعطي الحلول ولكن يعطي الاستثارة في الأفكار. أكيد. فتبدأ هي بتطوير الفكرة إلى أن تصل. الآن الجميع الآن الفكرة قابلة الآن للتصنيع للظهور على أرض الواقع، وهذا الخطوة الآن اللي نشتغل فيها. هذا اللي نطمح له، يعني إحنا أكيد نتمنى لكم كل التوفيق وفخورين فيكم يا بنات، يعني هذا اللي إحنا دائما نقوله، بناتنا وشبابنا هم الاستثمار الحقيقي، وهذا هو الاستثمار. وإحنا للأسف يمكن انتصار ما سمحت لها الفرصة أنها تكون معنا، لكن نوجه لها تحية وأكيد نبارك لها بدورنا على هذا الإنجاز وفكرتها، يعني وفكرات أفكاركم يا بنات يعني جدا عظيمة، وإحنا يعني أرجع أقول فخورين ما تخيلون قد إيش، ونتمنى لكم كل التوفيق ونشوفها بإذن الله قريبا على أرض الواقع بإذن الله. بالنسبة لعائشة منتجها تقريبا ظاهر على الأرض، لكن يحتاج لأنه أيضا معها مستثمر الآن في طور الاتفاقيات، أيضا الأستاذة غالية اللي هي خات الميدالية الذهبية، طبعا منتجها أو اختراعها كان هي من محبات الشموع ومحبات المساج، فأوجدت شمعة
لكن هذه الشمعة عبارة عن مادة طبيعية لا يوجد فيها أي مواد كيماوية أبدا، تتحول بعد إشعاله إلى زيوت مساج. تستطيعين مباشرة أخذ الزيت للمساج والدهون، لا يوجد فيها أي مواد ضارة لدرجة أنها لوجود زيت الشمع ممكن أنه يؤكل نفس الشمع بروائح متعددة وعلى حسب رغبة جميع الأجناس. كان له شعبية كبيرة في كوريا وعليه إقبال، أخذت عليها هي الميدالية الذهبية ما شاء الله تبارك الله. فالجميع حتى في السعودية كان عليه إقبال كشموع طبيعية وكشموع ما فيها أي مواد كيميائية أبدا ولا فيها أي ضرر، حتى حرارة الزيت ما تكون عالية ما شاء الله. أستاذة عائشة العيوني المدير التنفيذي والمشرف العام على معرض السيول والمخترعات، يعطيكم العافية وشكرا لكم وشكرا تواجدكم معنا. الله يعطيكم العافية. أنا حابة أني أوجه شكري أولا لقيادتنا الحكيمة متمثلة في وزارة الموارد البشرية على رأسها معالي الوزير أحمد الراجحي، أيضا إلى وكالة الضمان الاجتماعي، وأيضا مجلس الجمعيات الأهلية للقطاع الجمعيات الأهلية متمثلة في ثامر بن غشيان، أيضا لا نهمل أو دور الإعلام في إبراز الأنشطة، فلهم جزيل الشكر والتقدير. فجميعنا نعمل كمثلث يكمل بعضنا بعض، الوزارة ممكن، الجمعيات منفذ، الإعلام يبرز الأعمال ويظهرها، وأيضا نستطيع أن نقول فيه أيضا ركن رابع داعمين، فالجمعيات لا يمكن تعمل من غير داعمين، فيمكن أن نجعلها داعم رابع. صحيح. وفي الختام أشكركم جزيل الشكر. شكرا لك. شكرا. وبارك الله فيكم. الشكر لكم. مشاهدينا نطلع فاصل ونرجع لكم. بعد الفاصل، ما هي الأسس التي تبنى عليها العلاقات الناجحة؟ لنجاح أي علاقة ضروري أنها تبنى على أسس وقواعد متينة، وتختلف هذه الأسس من شخص لآخر. فمثلا المقبول بالنسبة لي ممكن يكون مرفوض بالنسبة لمها والعكس صحيح. زميلنا مبارك الكويك بيسأل الناس برأيكم العلاقات تبنى على أساس التقبل والتحمل؟ خلونا نسمع وجهة نظركم ونرجع نناقش أنا ومها. حياكم الله مشاهدينا، كلنا نمر في علاقات على مستوى العمل أو على مستوى الصعيد الشخصي، ولكن اليوم العلاقات هل هي أساسها التقبل أو التحمل؟ خلونا مع بعض اليوم نشوف الآراء إيش قالوا. التقبل كانت في محيط الأسرة أو محيط الأصدقاء، والتحمل أحيانا تكون في محيط العمل أو عشان تمشي مصالح بشكل عام. أفيد وتستفيد. أفيد وأستفيد، زي مثلاً مديري كأقرب مثال، إذا علاقتي معه مبنية أكثر ما بعد التحمل عشان أمشي شغله ويمشي شغلي، لكن والديني أو الأصدقاء وهذه علاقتي الأساسية معهم هي تقبل. التقبل والتحمل كلها تكون. اشرح لي. طيب يعني تتقبل في اشياء ممكن تكون لا اراديه، لا تفسرها كذا من بالك، او يقصد كذا وسوى كذا عشان كذا، لا تروح يعني لا تغوص بعيد في الاشياء، لان في بعض الناس يسويها عفويا اللي هو هذا التقبل، يعني تقبل كل شيء، ماشي كل شيء، الدنيا حلوه. والتحمل يعني لو زلت سامح. زلت سامح، يقول لك على قوت الشاعر، يقول لك الاولى غلط مشى والثاني مشى، يعني خليك على قولتهم سمح. يعني بالنسبة لي تقبل، لأن في الأخير أنت اللي بتحدد الخيارات حياتك كلها، سواء بالأشخاص أو بأي شيء ثاني. بكل صراحة، هل أنت مسيطر في علاقاتك أو؟ والله في زمننا هذا ما عاد فيها سيطرة يا أبوي. تجامل كثير؟ طيب نجامل كثير على حساب انك بتمشي حياتك، بس في الاخير عندك ليمت، في الاخير عم قلت توصل ليمت اللي بتنفجر فيه، ففي الاخير بيكون تقبل. لا تقبل اكيد. السبب اذا ما تقبلت الشخص ما راح تتحمله، يعني
لازم تتقبل عشان تتحمل. ايوه اكيد متحمل غثيث. طيب احنا خلينا على الغثيث، اذا تمادى اكثر تكرش من حياتك وتخلي. اكيد بطلع تمادى بطريقه محترمه ولا تخرب حسب الشخص يعني، اذا كان بجيح ما ينفع معاه الا تكرشه. باخر موقف طلعت فيه شخص والله الحمد لله اونلاين تبلك ما فيه يعني ما مو فيس تو فيس اونلاين بلوك. ايه بلوك على طول والله يتقبل. انا بالنسبه لي لو شخص رفع ضغطك بزياده وش تسوي فيه؟ اطقه عادي. لا لا بدون طق يعني تنهي علاقتك وش تسوي؟ اي اطقه و في طق فيه 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 يعني لازم ياخذ كفن يا اخي اللي يرفع ضغطك يا اخي ليش تتحمل او توجع مخك وكذا عادي طقه طقه اخي واقطع ذا العلاقه وانتهينا يا اخي. والله انا اشوف انها في ناس كثير تتحملهم صراحه يكون واقعيين. طيب ايش اليه العمل معاهم المره ممتازه؟ في ناس ما تقدر حتى تتحملهم يعني والله يعني، لكن كثير من الناس من يعني مع العشره ويعني ترتاح له اكثر واكثر يعني تعرف صاحبك مع مرور الوقت تعرف وش الصاحب اللي قوي. يعني هو تحمل مع الايام تقبل. لا لا مو صحيح، بعض الناس تشوفه من اول نظره ترتاح له وسبحان الله يكون شخص مريح، وبعض الناس ما ترتاح له وتحاول انك يعني مع مرور الوقت لعل وعسى. في وجهه نظري انا تحمل. كيف الحل معها؟ صبر. يعني قاعد تاخذ من طاقتك؟ طيب اخذ للامانه لاجل عين تكرم مدير. طيب هل مع الايام راح تصير العلاقه هذه مقبوله بالنسبه لك؟ اكيد، لان ان الله مع الصابرين. اساس العلاقات الانسانيه بوجهه نظري انا اشوف انها هي تقبل، اتقبل صمتك، اتقبل اضاقك شيء ما، اتقبل مثلا انك انت ما تحب الشخص الفلاني. التحمل ما احس انه يعتبر من العلاقات الانسانيه، لانه اذا تقبلتك ممكن انا اتحملك مع الوقت. وانت ما ايش رايك؟ انا يعني اشوف انه يعني من الاسس او القواعد اللي تكون في اي علاقه اللي هو الصدق الصراحة. يعني الصدق والصراحة هذه من أهم الأشياء اللي تخليني يا أكمل مع هذا الإنسان أو ما أكمل معه، لأنه إذا ما في صدق وفي لف ودوران وفي كذب وفي يعني مصيبة هنا مشكلة. الشيء الثاني يعني يمكن من الأشياء اللي ذكروها اللي هو التقبل. أفهم التقبل صح يختلف من شخص لشخص، لكن أنا إذا حبيت هذا الشخص ويعني قررت أنه أنا أكون مع هذا الشخص أكيد راح أتقبله. أتقبل شينا قبل زينا. التحمل صح، أنا زي ما أتحملك أبغاك تتحملني. يعني يمكن شوي كان السؤال هو حلو السؤال لكن شوي محدود، فأنا ودي لو يكون عندنا يعني خلنا نقول مجال أوسع إنه إحنا يعني نتكلم عن هذه الأسس واللي تبنى عليها كل العلاقات الناجحة. التقبل والتحمل صح أشياء مهمة لكن ما هي أساسية. التقبل شيء أساسي لكن التحمل مو بذاك الزود، لأن التحمل من شخص لشخص يختلف. في شخص تحمل عالي وفي شخص ما يتحمل الكلمة ويكون حساس بزيادة. فنرجع نقول يمكن الموضوع يختلف من شخص لآخر. مشاهدينا فاصل قصير ونرجع لكم بعد الفاصل. سيدتي يحتفل بفوز منتخب الصقور بالطرب على أنغام الفنان حسام الزغبي. اليوم قاعدين نكتشف لا قوة إلا بالله أصوات جدا جميلة. اليوم معنا فنان تميز بالطرب اليمني الأصيل. أهلا وسهلا فيك حسام. أهلا وسهلا فيك يا أودي، وشرف لي أني أتواجد معك اليوم مع الأخت مها. يسعدني وشرفني جدا حسام. إحنا مرة متحمسين، فمن البداية نبي نسمع منك إيش مجهز لنا اليوم كتعبير عن حبك وفرحتك للفوز. طبعا حابين نهدي أغنية وطنية ورياضية للمنتخب السعودي بمناسبة فوزه على المنتخب الأرجنتين. و تفضل يلا. يا
سلامي عليكم يا السعودية، يا ديار الشيم يا دار الأبطال، يا السعودي نحيي روحك الحية، نشهد إنك أصيل وطيب الفالي، للوطن في فنونك مخلص النية، وسطك الليل ملاعب صيتكم عالي، شايل البرق الأخضر رافع يديا، وأحمد الله كريم وحقق أمالي. يا سلامي عليكم يا السعودية، يا ديار الشيم يا دار الأبطال، يا سعودي نحيي روحك الحية، نشهد إنك أصيل وطيب الفالي. شبك بهداف نارية، تحرجون الخصم في كل الأحوال، لعبكم فيه فن وفيه ندية، فيه عزم الرجاء بس تقل أفعالي، السكك والشوارع منك مضوية، والبيار ترفرف في السماء عالي، الله الله عليكم يا السعودية، بالملاعب عطاكم ما له مثالي. شكرا. الله عليك، الله الله، بدعت، يعطيك العافية حسام. يعني فعلا أجواء عشناها اليومين اللي راحت، يمكن الناس إلى اليوم وإلى بكرة ما زلنا يعني نستخدم الفرحة في كل مكان، يعني خصوصا لما صحينا من في اليوم نفسها، يعني تحس الحياة كلها فرحة، كلها سعادة. صحيح. وين ما رحت تلاقي الناس مبسوطة مرة، 100%. فهذا أقل شيء نقدمه للمنتخب، وإن شاء الله عقبال ناخذ كأس العالم بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. بالعكس، إحنا متحمسين ومشجعين وأكيد مراقبين لكل اللي قاعد يصير الآن في كأس العالم. طيب خلينا نتكلم حسام عن بداياتك، شلون اكتشفت هذا الصوت، وش اللي خلاك تقرر قلت إنه أنا راح يعني أمسك هذا الخط وأركز وأبغى أكون إنسان يعني خلاص أبدع في هذا المجال؟ بالنسبة لبداياتي، أنا يعني اكتشفت نفسي في الفرقة الإنشادية اللي هي للمدرسة، هذا أول شيء. دائما حلو البدايات اللي البدايات من الطفولة، اللي كانت أيام الإذاعة المدرسية كان في فقرة إنشاد لازم نشارك فيها بجانب الاحتفالات البسيطة اللي تقيمها المدرسة وكذا. بعدين خلص ركزت في الدراسة وكذا لين الجامعة، أول ما سجلت جامعة كان في الجامعة عندنا ملتقى الإبداع، طبعا أول مرة كنت أوقف على مسرح وأغني. من هنا زملائي والدكاترة اللي هم في الجامعة، صوتك حلو ليه ما شجعوك؟ شجعوني مرة. فكنت يعني في المناسبات البسيطة، في حفلات التخرج أهدي خوي، أهدي صديقي، لين وصلت السعودية هنا في مكان اسمه فوكالي. طبعا أوجه لهم تحية، منصة فوكالي والأستاذ أحمد مقرم، هو اللي اكتشف الموهبة وهو اللي أعطاني الأمل والحافز إني أواصل. يعني دائما كان يعرضنا عند الناس إنه حسام فنان صوت يمني، تبون تسمعون فن يمني نظيف اسمعوا حسام. ومن هنا بدأت الحمد لله. حسام صراحة حمستني، أبي أسمع شيء. طالما إنه نسمعكم شيء يمني. يلا. طبعا عطنا حجاز الفاء. Yeah.
السلام على البانا عشيري قمري الروضة على غصن السلام يذكرني بأصحابي يذكرني بأحبابي وبكان الغرام وانا احبك احبك يا سلام ويا منياتي يا سلا خاطري وانا احبك يا يعني حسيت انك تحب المواويل تحب تمول واحساسك يساعد انا 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 صوتي تبارك. صوتي بالاساس طربي انا احب اغني طربي كثير وهذا هو الشيء اللي مستحيل يقدم هذا الشيء اللي مهما الاجيال جت جيل عن جيل ما زلنا نرجع فعلا. نسمع طربي فعلا فمهما مهما اختلفت الاصوات مهما اختلفت خامه الاصوات الوان الفن اللي نعم. اللي ممكن انها يغنيها اي شخص بدون انه يستغنى عن الموال لان كل 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 فن له موال خاص فيه وكل واحنا ما شاء الله في سواء في اليمن في الخليج يعني في موالات كثير في هنك كثير في معك هنك صنعاني في معك هنك حجازي المجسات هذه كلها فنون لا تمل في اي مكان وفي اي وقت وفي اي زمان حاضره ولازم احنا نحافظ عليها بعد يعني لا نخاف انها يعني مع الاغاني الجديده والجيل الجديد الصغار يعني يمكن كثير يحبون يسمعون اجنبي لازم احنا نحافظ عليها والشباب اللي مثلك حسام يجددونها ويرجعون يغنونها عشان الناس ما يعني ما تنسى ولا تزال طبعا تسمع هالمواويل وهالمجسات زي ما قلت قبل شوي طبعا يمكن احنا كمان نعرف انه في الوسط الفني بشكل عام سواء من كتاب او ملحنين او حتى فنانين لك علاقات حلوه أكيد. جميلة ممكن أنها تتعلم منها سابقينك في هالمجال اذكر لنا من بعض هذول الناس اللي قاعدين يدعمونك اليوم في الوسط بالنسبة للوسط أكيد أي شخص ناشئ في المجال أو بادئ في مجاله لازم يكون له شخص يكون اعتبره مثله الأعلى صح أنه يشوف الأشياء اللي قاعد يسويها هو يمشي على خطاه بس ما يستمر بالشكل اللي هو لا كوبي بيست لا أنا في عندي ملحنين مشهورين على الساحة أخوي وصديقي عبد الله آل سهل طبعا العمل اللي مع الفنان أحلام نزل أمس أو راح ينزل اليوم أعتقد فهو يعني مثلي الأعلى كشخص كمعرفة شخصية وهو اللي قاعد يدعمني ويحفزني في كل شيء أنا قاعد أسويه ومعايا عمل إن شاء الله معه في الأيام الجاية بس لسه نشتغل على الفكرة وإن شاء الله تسمعون شيء حلو بالنسبة للفنانين ما نستغنى طبعا فنان العرب أبو نورة أبو بكر سالم عبد المجيد ولكن الشخص اللي أنا أحس نفسي أحبه مرة 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 فنان فؤاد عبد الواحد طبعا أحبه جدا جميل كلنا نحبه أكيد نوجه له تحية يعني مبدع هو شخص ناجح وانا يعتبر احب اشوف اغاني اشوف كل شيء يسويه هو صراحه طيب حسام سمعني شيء لفؤاد عبد الواحد ايش رايك نقول شيء اعطني بيات Oh
اصدق قلب حبك يا واي، وانا اخر من يحبك في الوجود، لا جمعت قلب من حبك ما بلا حدود. انت عمري، انت دنياي وهواي، وانا حبي فيك ما يبغي يشوف انضوان الليل في عينك ضياي، وانا حبي ما في لك اي جحود، انا اصدق. الله عليك الله عليك الله عليك، يعني ما شاء الله في كل أغنية تبهرنا أكثر من الأغنية اللي قبلها. حسام أكيد لازم أغني، كل ما أغني أغني تغني الأغنية بأسلوبها بنفس الهوية حقها، بس أسلوب إنه أي شخص لازم يسمع الأغنية إنه صح الأغنية هذه حق فؤاد عبد الواحد، بس سمعت حسام يغنيها بشكل حلو. لازم تسوي فيها الأسلوب والتاتش، تحط فيها البصمة حقتك، البصمة الفنية. يعني ما شاء الله عليك. طيب خلينا نتكلم عن مشاركاتك حسام، تواجدك على الساحة، كمان السوشيال ميديا، يعني كلمنا عنها أكثر. طبعا بالنسبة للسوشيال ميديا خدمتني كثير في هالمجال. إنه إيش أكثر منصة تحبها؟ سناب طبعا. وصول سريع الناس ولحظي، التأثير يوصلك، يعني ردود والمشاركات، ومثلا دندن دندنات بسيطة عندي في الاستوديو أرسلها والشخص يقول لك مثلا أرسل لي المقطع هذا أبي أنشره عندي، فهذا اللي سهل لي إني أوصل أكبر، يعني أكبر عدد من الناس. بالنسبة للمشاركات المحلية في مواسم الرياض، يعني الموسم الأول والثاني، يعني الحمد لله كان لي مشاركات في منطقة الموسيقى، جميل، في حديقة سلام زون، في بعض الأماكن الحمد لله، وإلى الآن في تواصل مع الأماكن الموجودة سرهوان، وبإذن الله راح تكون معي حفلات جاية كثير في الموسم هذا. حسام إيش طموحك الفني؟ طموحي الفني إني أوصل موهبتي وصوتي وفني اللي أنا أعتز وأفتخر فيه للناس، وإني يكون لي بصمة خاصة في الفن، أغني أسوي كده لاين خاص فيني يمثلني، يمثل حسام، وأوصل أكبر عدم. ها؟ أقول ليش لا؟ بإذن الله بإذن الله، لسه في البدايات، وأنت عارفة أنا قاعد أشتغل على أعمال، بس أنت عارفة في البداية الاختيار يحتم عليك أنك تختار شيء أن الناس تحفظ من هو حسام. صح. أول أغنية لك لازم الناس يقولون يا أما هذا احتفظوا فيه لازم يكون، أو يسحبون عليك. صح. فأنا الاختيار هذا أكثر شيء يخليني أخاف أني أنزل أول سنجل، والاختيارات موجودة، والتفكير والبحث عن فكرة جيدة ما زال، يعني أكيد وأنت تستاهل، يعني وإن شاء الله يسعدك يا رب. يعني القدرات اللي موجودة عندك في هذا السن الصغير حسام، إن شاء الله إذا اهتميت فيها أكثر وركزت على نفسك أنا متأكدة راح تكون، يعني راح توصل لأهدافك بإذن الله إن شاء الله وأكثر. طيب إذا تسمح لي قبل ما نختم هذه الفقرة معاك، نبيك تسمعنا شيء أخير من الأغاني اللي أنت مجهزها اليوم. طيب نقول يا غايبة، وأقول أحبك، يا غايبة
إلا عن الخافك سلام، ردي علي يا همسة العاشق سلام سلام سلام، خذي مني ليال من العمر، أقطف لك النجمة وذاوب لك أذاوب وبلك قمر، رد وخذي مني ليال من العمر، أقطف لك النجمة وبلك أذاو وبلك قمار، وألبسك ثوب النسيم وأطر أيامك أيامك، وأطر أيامك زهر وأقول أحبك أنا أحبك أحبك، وافرش لك الدنيا حرير ما هو على الغالي كثير، ما هو على الغالي كثير. شكرا عليك. الله يسلم احساسك يا حسام، الله يسعدك. يعني هذه من اجمل الاغاني للامانه، واحنا نتمنى لك كل التوفيق. الله يسعدك، ونرجع نشكرك. شكرا لك وشكرا لتواجدك اليوم معنا، وان شاء الله نشوفك في محافل اكثر واكثر، ونشوف العمل القادم واللي كلمتنا عنه ان شاء الله باذن الله. وانا شاكر استضافتكم، ومره شكرا لك عودي، وشكرا لمها، شكرا للطاقم كله، وشرفني ان اكون دائما معكم يا يا اهلا وسهلا، تنورنا في اي وقت. شكرا لك. شكرا. مشاهدينا فاصل قصير ونرجع لكم بعد الفاصل. ما هو اضطراب نتف الشعر القهري وما علاقته بالضغوط والقلق؟ البعض ما يقدر انه يتعامل مع الضغوطات والقلق، ويبدأ في التعبير عنها من خلال بعض التصرفات مثل نتف الشعر أو اللحية، وبالحقيقة يعتبر هذا التصرف دلالة على اضطراب قهري. راح نتكلم عن هذا الموضوع بتفاصيل أكثر مع ضيوفنا الأستاذة سامية المطيري، أخصائية نفسية. أهلا وسهلا أستاذة سامية. أهلا وسهلا فيك، شرفني يسعدني تواجدي. حبيبتي الله يسعدك. في البداية، هل نتف الشعر يعتبر كتصنيف اضطراب قهري؟ طبعا هو تحت، أصلا يدرج تحت الوسواس القهري والأفعال القهرية، فهو اضطراب نفسي يتضمن شعور الشخص أنه عنده رغبة متكررة ما يقدر يسيطر عليها بنتف الشعر، سواء في شعره، فروة الرأس، سواء في وجهه، في أماكن، في حواجبه، رموشه، وأماكن متفرقة في الجسد، ويحاول يعني، وتلاحظين انه اكثر شيء انهم يحاولون يخفونه قد ما يقدرون، فممكن يستمرون لسنوات، متوسط الاعراض ممكن تقعد ل 20 سنه لحد ما يجون يطلبون علاج، وممكن ما يجي العلاج مباشره من عند يجون الاخصائي النفسي، يروحون للدكتور الجلديه ويلفون يدرون انه عندهم مشكله، فيعتقدون انها ثعلبه او مشاكل اخرى، فيكون في الاخير انها هي مجرد انها هي من القلق والتوتر عندها، ممكن نوع من ريليف كذا للتوتر حقها انها تسوي نتف. في بعضهم حتى ما تحسين، يعني أنا كان عندي كيس ما تحسينها، بس تقول شعري ما يطول، كانت من ضمن المشكلات حقتنا شعري ما يطول. إيش يعني؟ هي ما كانت تقول لي إن شعري ما يطول، كانت إيش تسوين في القلق حقك؟ كانت لي أنا من ضمن السلوكيات اللي أسويها إنه نهاية شعري أقطعه، بحيث انه بحيث انه ما حد يدري، وسنوات وشعرها هنا قصير، وتقول نفسي يطول بس ماني قادره. فدخلنا من جانب القلق، اكتشفنا جانب ثاني اللي هو نتف الشعر، بس مهم عن طريق الفراغات الشعر، لا
طريقة ثانية إنه تقصه في منتصف تحت. في منتصف الشعر. يعني تعددت الأشكال والأنواع، خلنا نقول هو الاضطراب واحد في النهاية. لذلك خلنا نتكلم كمان على البدايات، يمكن إذا اكتشفناها في البدايات الواحد يسهل حل هذه المشكلة أو هذا الاضطراب أساسا. كيف لو نلاحظ على مثلا بنتي أو ولدي أو أخ أو زوج أو أيا كان الأعراض الظاهرية اللي وقتها أقول لازم أنه إحنا نلقى أحد يساعدنا في هذه المشكلة؟ ممكن إحنا نشوف أن هم مو على طول مثلا بدأوا نتف الشعر، ممكن عندهم سلوكيات ثانية قاعدين يسبونها يعبرون عن القلق. لما ألاحظ أنه هو والله عنده قلق بزيادة، يتوتر بزيادة، عنده سلوكيات، ممكن يسوي حركات بوجهه، ممكن يكون بداية. ممكن أنه عندهم برضو أنهم ينتفون مثلا أشياء، مثلا المخدة، عنده ممكن الألياف حقت المخدة، ممكن لعبة الأظافر، طبعا ممكن لعبة الدمى حقتهم مرضوا. وقتها أنت تعرفين أنه هو جاي على أنه ممكن يصير عنده. إضافة إذا لاحظت أنه عنده فراغات في شعره، إذا لاحظت أنه هي كثير الأطفال يكون ما مثلا ما عندهم رموش، نتف الرموش حقهم الحواجب، فهنا الأهل. بس ياخذ فترة لحد ما يكتشفون إذا ما جاء الشخص بنفسه وقال أنه أنا عندي مشكلة وقعد أنتف الشعر من أي جزء من جسدي. من جسم. أكيد أكيد. وإذا تسمحي لنا أستاذ سامي والمشاهدين، في سياق هذه الحالات الغريبة في بعض الأحيان راح ينضم لنا الدكتور عبد الله دلبوح، واللي راح يحكي لنا حالات قد تكون غريبة شوي استدعت التدخل الطبي والجراحي ولها علاقة في نتف الشعر. خلونا نرحب باستشاري الجراحات وجراحات السمنة والقولون والمستقيم الدكتور عبد الله دلبوح. يا أهلا وسهلا فيك، حياك الله دكتور. أهلا وسهلا، حياكم الله جميعا، ومسي عليكم بالخير على ضيفتكم الكريمة وعلى المشاهدين الكرام، حياكم الله. شكرا لك وشكرا لتواجدك اليوم معنا دكتور. يمكن صادفت حالات تجمع شعر في بطن إحدى المريضات وتم إخراج كتلة الشعر هذه بسبب ابتلاعها للشعر بطريقة أو مستمرة، خلنا نقول، فنبيك تكلمنا عن هذه الحالة. اي صحيح. اولا مثل الحالات هذه الحمد لله لسه في مجتمعنا ما هي كثيره، لكنها متواجده، ولازم اشكركم صراحه على طرح الضوء على المشاكل هذه. طبعا احنا نتمنى انها تتعالج قبل ما توصل للمراحل الجراحيه. هذه الحالات توصلنا في مراحل متاخره للاسف، يعني من الحالات اللي وصلتنا للأسف في مراحل متأخرة هم يجون طبعا بأمراض بآلام في البطن حادة، تقيؤ، نقص في الوزن، نقص في الشهية، فقدان في الشهية بالأصح. والموضوع هذا يأخذ معهم للأسف يعني وقت طويل جدا على بال ما أنهم يلجؤون إلى عيادة الجراحة. للأسف لما تجي تأخذ التاريخ المرضي حقهم صعب جدا أنك تكتشف أن عندهم هذا الاضطراب، ما تقدر تلاحظ عليهم. في الكشف السريري لاحظنا على آخر مريضة وصلتنا أنه كان في عندها كتلة متضخمة في البطن، شكت من تقيؤ حاد، آلام في البطن حادة واصلة في مرحلة يعني متأخرة جدا، يصعب عليها الأكل، يصعب عليها الشرب أيضا، وصلت بجفاف حاد، تم عمل الأشعة اللازمة واكتشفنا أنه في كتلة كبيرة في المعدة. بعد أخذ التاريخ المرضي للأسف يعني اكتشفنا أنه هذا الموضوع عندها اللي هو اضطراب نتف الشعر، وأنه هذه ما هي المرة الأولى، هذه المرة الثانية. طبعا مثل هذه الحالات اللي اكتشفت بدري وتم علاجها زي ما قالت ضيفتنا الكريمة كان ما وصلت لمرحلة الجراحة. طيب دكتور عبد الله، لو نبي نتكلم عن تأثير نتف الشعر الفسيولوجي على جسم المرضى، ايش ممكن نقول؟
زي ما شرحت لكم، اولا غالبا اللي يوصلون في المراحل المتاخره عندهم نقص في الوزن حاد، وذلك لعدم القدره على الاكل. طبعا تكون الكتله هذه اللي هي كتله الشعر تاخذ ما لا يقل عن 3 إلى 4 سنوات. اذا بتوصل بالحجم هذا اللي هو يصل بعض الاحيان الى 20 سنتي لانها تقفل تماما مجرى الجهاز الهضمي، وغالبا ما تكون في المعده. فوصولها للمرحله هذا دليل على انه الموضوع هذا اخذ اكثر من 3 إلى 4 سنوات حتى وصلت بالاعراض هذه. يكون طبعا التأثير نقصان في الوزن حاد، فقدان في الشهية، طبعا الاكتئاب الحاد، جفاف، ولذلك لابد من التدخل الجراحي بأسرع وقت. نعم، يعطيك العافية، شكرا لك دكتور عبد الله، وعلى مشاركتك معنا هذا الموضوع من وجهة نظر مختلفة. طيب نرجع لك استاذة سامية اذا تسمحي لنا كمان، هل هذا الشيء ممكن انه يكون وراثي، او انه تأثر مثلا الاطفال او المراهقين باللي حولهم والكبار بالتحديد؟ هو ممكن يكون عامل، بس ما هو يعطي سبب ان الواحد يسوي السلوك هذا. ممكن اسباب ثانية من كيف يتعامل مع الضغوط، ممكن انه الاهل ياثرون، الوراثه صعب ممكن جزء، بس ما احنا متاكدين 100% في الدراسات انه الوراثه جزء يعني منها. اقصد هذا الشيء ممكن انه يكون يعني في العائله في اكثر من شخص، ممكن قد يكون من باب انه تعلموا هذا السلوك، انه هو تعبير عن التوتر والقلق، انه كيف يعني يتخلصوا من التوتر عن طريق النتف، وممكن يكون تعلم. هو اكثر شيء يطلع لهم في مرحله ما قبل المراهقه، ما بين 9 إلى 12 سنة، في الذروة من 12 إلى 13، ممكن عند الرضع يطلع لهم أنه نتف الشعر، بس مو بالطريقة هذا، وتزول في خلال المرحلة، فتأخذ وقت، بس أكثر شيء تكون من فترة المراهقة بسبب الهرمونات والتغيرات اللي تجي، فقد يكون برضو من الأسباب هذه. طيب سامية، إيش إمكانية علاج هذه الحالات، يعني خاصة إذا كانت عند طفل صغير، كيف ممكن الأم تتصرف؟ يعني الأطفال أحس مشكلة، لأنه يعني مهما سويتي ما في فائدة، الطفل 24 ساعة يدينهم مفهومة، بتلقين بعض الأطفال، كثير من الأطفال، مع أنه ما يكون الطفل عنده ضغوط نفسية، فإيش ممكن؟ على حسب العمر، ممكن طفل، الأطفال الصغار بطريقة التعلم حقتهم أنهم يمصون الأصابع ما هي إشكالية، لكن لما يشاف أنه هو مأثر فيه، يلاحظون أنه عنده القلق شديد، من هنا يفضل أنه يجي للأخصائي النفسي قبل ما يدخل الطبيب النفسي، والأخصائي هنا تقيم إذا هو يحتاج دواء يدخل في مرحلة الدواء مع العلاج النفسي، أو أنه مجرد أنه إحنا نشتغل معاه علاج ممكن سلوكي معرفي، أنه كيف ممكن يصير عنده وعي أنه إيش السلوك، ليش هو قاعد يسوي نتف الشعر، إيش المواقف اللي تخليه، إيش الأفكار، إيش المشاعر اللي قاعدة تكون سبب له، وبعد كذا نعلمه كيف ندربه على الملاحظة، أنه ما قبل السلوك وما بعد السلوك إيش اللي صار. بعدها ممكن نشتغل معهم على الأفكار وعلى الثقة بالنفس، لأنه ممكن تسبب له مشكلة ثقة في النفس. ممكن نشتغل معهم برضو كيف يتعاملون مع القلق بسلوكيات بديلة مو عن طريق نتف الشعر. أكيد يعني هذا الموضوع ممكن أن يكون شائك وموجود في بعض العوائل، وحلو أنه إحنا قاعدين نوعي، وشكرا لك أستاذة سامية أنك يعني نبهتي كثير. يمكن من الأمهات ما تأخذ الموضوع على محمل الجد، ولكن فعلا هذا الاضطراب موجود، لازم إحنا نعترف عشان ما يتطور، لازم أنه إحنا نحله في أسرع وقت ممكن. أستاذة سامية مطير، إحنا شاكرين لك وشاكرين لتواجدك اليوم معنا، شكرا. شكرا لك. مشاهدينا فاصل قصير ونرجع لكم. وكذا مشاهدينا يكون وصلنا لختام حلقتنا، شكرا لكم على حسن المتابعة، نشوفكم بكرة في أمان الله. We'll be right back.